استاذ ايمن معانا. استاذ ايمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا استاذ ايمن. انا سعيد جدا بالكلام اللي حضرتك بتقوله، اللي هو دليل الاباء الاذكياء في تربيه الابناء والنشأ يعني. يا رب. بس اتمنى ان كلام حضرتك يتحول لبرنامج في المساجد، وتستغل المساجد وخطب الجمعه في توجيهات لاولياء الامور وايضا للنشأ اللي بيحضر الصلاه، وده هيكون له تأثير كبير جدا. يعني هو ما يتحولش لمجرد كلام وفات عليه الوقت، لا احنا بنحوله لبرنامج مستمر، برنامج ليه تقييم وليه اعداد علمي جيد من الناس اللي هم مؤهلين انهم يتكلموا في الكلام ده، مع اخذ الجانب الديني في الاعتبار. يعني كلام صحيح استاذ زعيم. وحضرتك برضو بالنسبه حتى غير المساجد، يعني التمثيليات اللي بتجيب الألفاظ الفظيعة والعادات السيئة والانحرافات الكبيرة وبتزينها وتحط إن الفلوس كل حاجة. صحيح. حضرتك النهاردة إحنا مش بنربي جيل لوحدنا، إحنا عندنا الإنترنت مليان بلاوي زي ما هو مليان حاجات كويسة. صحيح. فالرقابة بالنسبة لأولياء الأمور هتكون موجودة بس بشكل ذكي، لازم تكون موجودة، ما ينفعش نلغيها حضرتك. صحيح. تأصيل الثقة بين الابن والابنة والأباء ده هيتطلب تنسيق برضو بين الأبوين، يعني إن الأب بيربي بطريقة مختلفة أو بفكر مختلف عن الأم، دي مشكلة كبيرة جدا. يعني خليني أقول لحضرتك. اتفضل يا أستاذ زين. اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. لو حضرتك خلصت كلامك أنا هقول لك حاجة لطيفة. لا خلصت يعني تقريبا. اتفضل. يعني بس التمثيليات والحاجات اللي بتيجي والأفلام والبرامج ويعني وكمان الإعلان عنها. يعني أنا شفت البرنامج حضرتك دلوقتي بالصدفة، أنا ما أعرفش إن في برنامج أصلا بيتكلم عن طب حظ كويس والله. هو عنوان الموضوع النهاردة هو تربية الأبناء بطريقة ذكية، ولا حضرتك بتتكلم في عده مواضيع من ضمنها انا يوم الاثنين فيه. يوم الاثنين هو يوم يلا نبني، يلا نبني ده يعني يلا نبني مستقبلنا ونستثمر في اولادنا، هو ده يوم الاثنين دوت اللي احنا بنتكلم حمي. عليه يا ما فاحنا ميعادنا دايما القدوه الحسنه زي ما حضرتك قلت ان الخادم الرسول عليه السلام انس سيدنا انس لما حط سيدنا انس لما يعني احضرته امه عشان يعايش زي ما حضرتك قلت يعايش يعني انا بحب لفظ المعايشه ده في قدوه قدامه بيستقي منها كل طريقه الحياه وبناء بيبني. خليني اقول لحضرتك يا استاذ ايمن يعني خليني اقول لحضرتك حاجه مهمه قوي، واقول للساده المشاهدين كلهم، المراقبه عندنا فيما يتعلق بالاولاد هي مراقبه فيها فلسفه. في فلسفه في اداره البشر بتقول لك عليك ان تقبض على مرؤوسك، وابني على فكره مش مرؤوسي. ابني مش مرؤوس عندي. يعني ابني مش موظف عندي. زي ما زوجتي مش موظفه عندي. عليك ان تقبض على من تحاول ان تطوره. اول ما تسمع تقبض عليه تحس كده ان انت تقبض عليه بيعمل غلط عشان تعاقبه. لا، عليك ان تقبض عليه وهو يفعل الصواب فتكافئه عليه. فيصبح الصواب عادة له. يا ريت نتمنى ده، ان انت مراقبتك تكون مركزة على ايه كويس بيعمله ابنك وتكافئه عليه. مرة مع مرة مع مرة هيحس ان هو محل جمال ربنا، محل انوار ربنا، محل مدد ربنا، فيعز عليه ان هو يذل نفسه او يهين نفسه. والناس المتربيين على الغالي ده لازم نرجع اولادنا ان هم متربيين على الغالي، يعني متربيين على ان هم غاليين، فما بيرخص نفسه، ما يرخص نفسه حد يبتزله ولا حد يستغله ولا حد يبتزه، هتلاقيه غالي. عايزين نغلي اولادنا بان هم محل كرامه ومحل احترام وتقدير. نعم.